السلام عليكم يا دكاترة. النهاردة بإذن الله هنتناقش مع بعض كده في آخر 25 سؤال في 2013. عندنا أول سؤال هنا بيقول إنه عندنا الإندوبلازميك ريتيكولم ذا ريبوسوم موف ألونج أوف ذا إم آر إن إي. الإم آر إن إي وظيفته هو حمل الكودونات وبعدين بيتصل به الريبوسوم والكودونات دي تترجم لامينو اسيد وبعد كده يستلم الامينو اسيد ده اللي هو ترانسفير ار ان اي اللي بدوره بيجمع الامينو اسيد ده ويخليهم يكونوا بروتين مع بعض. ده بس كل اللي في السؤال. تمام يا دكتور. هنا في السؤال 177 واحد كان عنده vomiting فبالتالي حصل عنده ايه reduced of volume of the circulating blood. فبالتالي هنا لما يكون عندنا ثلاث حاجات او ثلاث مصطلحات لازم نكون عارفينهم اللي هو polycythemic hypovolemia وعندنا oligocythemic hypovolemia وعندنا normocythemic hypovolemia. polycythemic hypovolemia تحصل لما لما يكون حجم البلازما قليل وحجم الريد بلاد سيلز زايد. هنا بنقول عليها بوليسايسيميك هايبوفوليميا. واوليجو سايسيميك دي بتحصل لما يكون الريد بلاد سيلز ناقصه ويكون البلازما زايده. والنورمو سايسيميك دي بتكون لما هم الاثنين بيساووا بعض. تمام. فهنا لما حصل فوميتنج قال الانترستيشال فلويد. طب الانترستيشال فلويد بقى هتتعوض منين؟ من البلازما. فبالتالي واحنا عارفين ان البلازما بتخش في تكوين الدم فلما تنقص البلازما كده هينقص حجم الدم فبالتالي حصلت عندنا هايبوفوليميا وزادت الريد بلاد سيلز بالنسبه للبلازما فبقت بوليسايسيميك هايبوفوليميا. تمام يا دكتور. الله ينور يا دكتور. هنا عندنا السؤال 178. هنا في واحد كان عنده بولنيسس اللي هو كنا عاوزين نعمل له ايه ديسنسيزيشن. ديسنسيزيشن عاوزين نعوده الجسم على الكائن او الماده اللي بتعمل حساسيه للجسم. طب هنعمل لها ازاي بقى الماده دي او نعود الجسم ازاي على الماده اللي بتعمل الحساسيه دي؟ هندوا له انترميتنت administration of a of allergen. هندوا له الماده اللي بتسبب الحساسيه دي اللي هي مثلا حبوب اللقاح ندوها له على فترات متقطعه بجرعات قليله بحيث انها ما تعملش الرجين لحد ما الجسم يتعود عليها. تمام؟ تمام يا دكتور. تمام. السؤال اللي بعده 179. هنا عندنا الاسكاريس دي هي دوده بتصيب اللنج. تمام؟ وبتطلع اللارفا بتاعتها اللي هي اليرقات بتاعتها. تمام؟ فعندنا الاوزينوفيل بتروح تعمل انجلفمنت لللارفا دي. تمام. فلما نيجي هنا ونعمل فحص ونشوفه انه الاوزينوفيل بتحتوي على لارفا اذا هنشك في الاسكاريس او الاسكاريوزس. تمام. تمام تمام يا دكتور واضح. تمام. عندنا السؤال اللي بعده اللي هو 180. عندنا هنا واحد كان عنده هشاشة عظام. تمام. وكان عنده زيادة في الكالسيوم في الدم وكان عنده ايه هايبوفوسفاتيميا اللي هو ايه قلل الفوسفات في الدم. طيب عندنا هنا المتعلق بالموضوع ده اللي بيعمل هشاشة في العظام ويزود الكالسيوم في الدم هو البارا ثيرويد هرمون. بيروح بيزود الكالسيوم في الدم هو بيسحبه من العظام فبيعمل ايه هشاشة العظام ويزوده في الدم وبيقلل ايه الفوسفات. ده بس كل الموضوع يعني. تمام يا دكتور. السؤال اللي بعده 181 اللي هو هنا عندنا الميتابلازيا. الميتابلازيا دي هي عبارة عن تغيير نسيج إلى نسيج آخر. عندنا هنا الستراتيفايد سكواموس إبيثيليوم تغير to the single layer of the columnar glandular epithelium. فهنا حصلت عندنا إيه الميتابلازيا. تمام. تمام يا دكتور. تمام. بس ده كل الموضوع. تمام. اللي بعده هنا
فيرياليزم ده هي هي حالة ظهور أو growth of body hair and building temples and menstrual disorder. فاللي المسؤول عن ظهور الصفات الذكورية هو التستوستيرون سواء في الذكر أو في الأنثى لو زاد عن الحد الطبيعي الموجود في كل منهم. تمام؟ في الذكر هو نورمال، أما في الأنثى لو زاد عن الحد معين فيؤدي إلى ظهور شعر على الجسم وكده، وإنه إن الجسم يتضخم وكده زي الراجل، يحصل ديس أوردر في المنستورال سايت. تمام. هنا عندنا السؤال 183. هنا هو بيقول لنا هنا الايودين سولوشن، فهو عاوز بس الميكانيزم بتاعت الايودين سولوشن. الايودين سولوشن اللي هو سبستيتويشن اوف ذا هيدروجين اتومز وين ذا بروتين امينو جروبس كونتين اوف ذا نيتروجين اتومز. بس ده كل الموضوع يعني عاوز يطلبه في السؤال. واضح يا دكتور. هنا 184 هنا حصل مايوكارديال انفاركشن، تمام، ومما ادى الى ايه؟ هارت فيلير. فهو بيقول ايه البقى اللي ادى الى الهارت فيلير ده؟ فالادى الى هارت فيلير اللي هو المايوكارديال انفاركشن بتحصل في جزء من عضله القلب. فاحنا عارفين ان عضله القلب بتعمل كواحده واحده، فلما تختل او يموت منها جزء فبالتالي قوه الانقباض بتاعت القلب هتقل، فبالتالي ذلك هيؤدي تدريجيا الى ايه؟ الى حصل هارت فيلير او اللي هو فشل القلب. تمام؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. عندنا اللي هو ايه؟ drugs block of the production of the angiotensin 2 developed of the bradycardia and the arrhythmia. الارثميا دي ليس معناها بقى زيادة ضربات القلب فقط، بل هو زيادة أو نقص ضربات القلب عن الحد الطبيعي للقلب. تمام؟ طيب عندنا الأنجيوتنسين 2 ده اللي بيعمل له بلوك، عندنا الدراج زي مثلا اللي هو كاكتابريل انالابلير، ودي الأمثلة يعني عليها. فالأدوية دي بتعمل إيه؟ بتزود البوتاسيوم في الدم، تمام؟ وبتروح تعمل بلوك للأنجيوتنسين 2 اللي هو كان بيعمل فازو كونستراكشن وبيعلي الضغط. فهنا حصل عندنا براديكاليا يعني ايه قلت ضربات القلب، وكان عندنا ايه برضو بس كده يعني حصل عندنا الرسمي. تمام 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 هنا 186 هو عاوز لونج اكتنج اوف كالسيوم شانل بلوكر. اللونج اكتنج اوف كالسيوم شانل بلوكر هو الاملودابين، هو ده اللي هو ايه كالسيوم شانل بلوكر هنا عندنا. تمام 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 هنا في السؤال هنا ما يقول لك which of the following tissue provides of the skin strength. هنا عندنا اللي هو unformed of dense connective tissue اللي هو الكولاجين. الكولاجين اللي هو اللي بيدي القوة بتاعت الجلد وتخليه متماسك مع بعض. تمام اللي هو الإجابة دي بين قوسين كده اللي هو الكولاجين. تمام ده اللي في الموضوع. هنا عندنا كان عندنا significant اللي هو blood loss، واحد فقد الدم بتاعه. وعندنا هنا ايه fell and blood pressure، والblood pressure بتاعه كان نازل. تمام فهنا عندنا اللي هو عاوز حاجة تعمل ايه ريكفري للبلاد بريير ده انها ترجع تاني كمان، والبلاد روز يعني حاجة تعوض فقدان الدم ده بحيث انه ايه البلاد بريير يرجع تاني زي ما كان طبيعي. فعندنا هنا الادرينالين والفازوبروسين، الميكانيزم بتاعتهم الادرينالين بيعمل فازو كونستراكشن، تمام، وبيزود من معدل ضربات القلب. وكمان عندنا الفازوبروسين اللي هو بيعمل ايه، بيروح يعمل ووتر ريابسوربشن، تمام، فبالتالي بيزود من حجم الدم، فلما يزود من حجم الدم هيزيد الضغط. تمام تمام يا دكتور. هنا عندنا في السؤال ده، السؤال ده بيجي على صفتين اللي هو يا اما بيقول لك مثلا انه الضغط رافع، اي حاجه بتتعلق بالضغط بتتعلق بضغط الكليه، تمام، فاحنا بنشك على طول في الانجيوتنسين
اورين انجيتنسي تمام. فالسؤال ده بيجي على صيغتين، اللي هو اول حاجه ممكن يجيب لك الضغط عالي او رافع زي ما زي في حاله السؤال ده، بيقول لك ايه اللي المسبب مثلا اللي هو الضغط العالي ده، فاحنا ايه بنقوله الانجيوتنسي. او بيجيب لك انه الضغط واطي، بيقول لك ايه الماده او الحاجه اللي بتطلع وبترفع الضغط ده، اللي هو برضه عندنا الانجيوتنسي 2 تمام. ده كل المطلوب في السؤال. فالانجيوتنسي ده بيروح يعمل فازو كونستراكشن وبيعلي الضغط في الجسم يعني. تمام تمام تمام. هنا في السؤال ده اللي هو كان واحد كان عنده تراجيك ايفنتس، اللي هو يعني حادث مأساوي، فعندنا وكان عنده بقى ايه تاكي كارديا وديسبينيا، وكان عنده البلاد بريشر بتاعه كان عالي. فهنا بيقول لنا ايه اي جزء من الدماغ مسؤول عن الحاجه دي، فهو ايه عندنا اللي هو سيربيلر كورتكس هي المسؤوله عن الايموشنز دي والحاجات دي. حتى ساعات بيقول لك يعني مثلا في واحد مثلا بيقول لك ما زعلوش لانه مثلا عنده القلب او عنده الضغط عالي مثلا وكده. واضح الدكتور واضح تمام. هنا عندنا سؤال 191. هنا عندنا ليميتد، واحد راح لطبيب الاسنان وليميتد ماوس اوبننج تمام. وكان عنده كمان ايه ستاب 1 ان ذا لوور اكستريميتي. اتفضل 190 ثاني لو ممكن يعني. تمام تمام دكتور. هنا اللي هو اتروجينيك ايفنتس دي، اللي هو الواحد كان ايه حصل له موقف معين مثلا، والموقف المعين ده يعني موقف مأساوي تمام. فالموقف اللي بيتحكم فيه الايموشن بتاعت البني ادم يعني، اللي هو ايه سيربيلر كورتكس تمام. تمام تمام تمام. هنا عندنا زي ما قلنا واحد راح لطبيب الاسنان وكان عنده ايه ليميتد ماوس اوبننج تمام، وكان عنده كمان جرح كده في اللور اكستريمتس. فهو بيقول لك وات انفكشن مي بي كوزد ذا سيمبتومز، اللي هو التيتانوس، عندنا الكولستريديا تيتاناي هي اللي بتروح تعمل بتطلع توكسين تمام، والتوكسين ده بتاعها بيروح بيوقف المواد اللي بتؤدي الى تهدئه الجسم زي مثلا الجابا عندنا تمام. وكمان بيزود من الكونستراكشن بتاعت الماسلز تمام، زي ما حصل عندنا هنا في الهند ده. فهو يعني راح لطبيب الاسنان عشان يفتح له بقه او يخلوا عضلات البق بس تمام يعني. بعده سؤال 192 اللي هو اناتوميكال ديد سبيس. هنا اللي هو كان في واحد عملنا له اول بيتنفس يعني كده، وهو في فراغات في اللارينكس مثلا تمام. فاللارينكس دي مثلا انت لو بتتنفس مثلا 300 مللي من الهواء تمام، فالديد سبيس دي بتستهلك 100 مللي مثلا من الفوليوم اللي انت بتستهلكه تمام. فانت اللنج اللي هتستفيد بس منه 200 مللي بس. فانت عشان تتجنب الهالك ده، او لو انت عاوز مثلا 300 كلهم يروح لللنج، نعمل العمليه دي اللي اسمها ايه تراكوستومي تمام. تمام يا دكتور. بنركب تيوب بس في الدارينكس بس الموضوع. هنا واحد كان عنده ديكريز في التايدال فوليوم. التايدال فوليوم هو عباره عن الانسبيريشن والاكسبيريشن بتاعك في حاله الراحه تمام. فلما ينقص التايدال فوليوم عندك معنى ذلك انه حصل خلل في عضلات التنفس عندك، قل الفرص بتاعها، مما ادى الى ايه ديكريز في التايدال فوليوم تمام. تمام يا دكتور تمام. هنا ال 194 دي هنا بيسألنا عن انتي استروجينيك لايبوبروتين.
الانتي اثروجينيك لايبوبروتين، يعني مثلا واحد كان عنده مثلا اثيروسكلروزيس مثلا، او كان عنده زياده مثلا في الكوليسترول في الدم، فايه بقى اللي ممكن يزيد مثلا الاثيروسكلروزيس ده او الكوليسترول من الدم؟ هو عندنا ال HDL او الهاي دنسيتي لايبوبروتين، هو عندنا الجود كوليسترول اللي بينقل الدهون من التيشو الى الكبد، تمام؟ فبالتالي مش هيسبب زياده الكوليسترول في الدم، تمام؟ تمام. عندنا 195 هنا اللي هو واحد كان عنده كرونيك كونستيبيشن، تمام؟ وكان عنده كولون هايبوتونيا. فهو هيقول لك وات دراج شود بي تشوزن ان ذيس كيس، اللي هو البيزوكودايل. البيزوكودايل ده لاكساتيف، تمام؟ وكمان بيجي مع اللارج انتستاين، تمام؟ هو بس بيزود ايه الووتر في اللومن بتاع اللارج انتستاين، بحيث انه ايه تاهل العمليه الاخراج وكده. هنا عندنا كانت في واحده كان عندها كانت بتشتكي من هايبر جلايسيميا، تمام؟ وحصل لها ايه فيجن امبيرمنت، تمام؟ فالفيجن امبيرمنت لو رسمنا العين او احنا كنا متخيلنا العين كده، احنا عارفين ان العين بتغذيها اللي هو شعيرات بسيطه من الاوعيه الدمويه، تمام؟ فالجلوكوز بيروح يتراكم في جدران الاوعيه الدمويه دي، فيدمر الجدران الاوعيه الدمويه دي، فيعمل ايه اللي هو إيه؟ مايكرو انجيوباثي. مايكرو اللي هو صغير، يعني الاوعيه الدمويه صغيره، انجيو اللي هو الفيسز، والباسي اللي هو اختلال الاوعيه الدمويه، تمام؟ تمام. يعني بقى اللي هو هنا 197 اللي هو كان في اسره، تمام؟ كان للتشيلدرن ويز بقى ايه فايدير وود سيندروم، ده مرض اوتوزومال، تمام؟ وكمان في مرض ثاني اللي هو اسمه الدورفيزم، ده هم المرضين دول اوتوزومال، لانهم بتيجي في الفيميل والميل، تمام؟ وكمان كان في احد الابوين هنا كان عنده ايه برضه تيبيكال للسندروم دي، تمام؟ فهنا دوميننت لانه متورث من الاباء، تمام؟ يبقى هو المرض اساسا اوتوزومال، وهنا كان عندنا احد الاباء كان عنده المرض، فعشان كده خدناه دوميننت، تمام؟ تمام يا دكتور، تمام. هنا 198 اللي هو واحد كان ياخد انتي بايوتيك اللي هو دوكسيسايكلين، تمام؟ فور لونج تايم، تمام؟ وبعد كده حصل امبالانس في الانتستاين والمايكروفلور، تمام؟ فالدوكسيسايكلين ده او الانتي بايوتيك عموما بيروح ايه يقضي على البكتيريا سواء كانت ضاره او نافعه او اي حاجه، هو مش بيفرق، تمام؟ فهو لما خدوا الوقت طويل فهو قضى على البكتيريا اللي هو عاوز يقضي عليها، وكمان قضى على البكتيريا الطبيعيه الموجوده في جسمنا في الانتستاين، فحصل ايه ديس بكتيريوزيس، تمام؟ واضح يا دكتور. هنا اللي هو واحد كان اكل فراوله وكده، تمام؟ فحصل عنده اتش وراش وكده. فالمهم هنا هيقول لك وات واز فاوند ان ذا تشيلد اوف ليكوجرام اللي هو الايزينوفيليا. الايزينوفيليا دي اللي بتطلع في حالات الالرجيك، تمام؟ اللي بتطلع الالرجين اللي بيروح دوره بيكسر الهيستامين واللي هو متسبب في الايتشنج والراش ده والحاجات دي، يعني بحيث انه ايه ما يتطورش حاله الالرجيك دي الى مضاعفات، يعني ما تتضاعفش وكده، تمام؟ تمام يا دكتور، واضح يا دكتور، تمام. هنا ده في سؤال 200 هنا في واحد كان عنده هايبر كوليستيروليميا زي ما قلنا، فهو ما يقول لك ايه اللي سبب الحاله دي، او ايه اللي سبب زياده الكوليسترول في الدم ده، تمام؟ هو وات اوف ذا فولوينج بروتين ريسبتورز، فعندنا هنا
اللي هو ايه اللو دنسيتي لايبوبروتين ده اللي هو باد كوليسترول اللي بيروح بينقل الدهون او الكوليسترول من الكبد ودوه على التيشو وممكن كمان يعمل اريثروسكلروزيس بس وان شاء الله بالتوفيق يا دكاتره وربنا يوفقكم ان شاء الله تسلم يا دكتور جميعا ان شاء الله أكلم.